وكأنه بريء من هالجروبات، ولو فتح جواله هالحين تلقاه في كل مكان، حتى ان في جروبات مشجعين هم اللي يديرون الاعلام الهلالي. هذا ما قلته انا، هذا اللي قاله عميد الاعلام الهلالي عبد الرحمن بن سعد السماري حفظه الله. طلعت من الجروبات كلها، طلعت من العزايم كلهم، كنت معهم. طلعت ليش؟ لاني ما في جلسه واحده ولا في جروب واحد كان الحديث عن الكيان، هذا يطبل ذا وذا يطبل ذا، طلعت انا منها كلها. يعني في مشجعين الان يديرون هالجروبات، وهذه للاسف رغم تاريخ عبد الرحمن الجماز الحافل اكثر من 30 سنه يديره جروب مشجع صافي، ولا هم اعلاميين، متاكد اني اجيبهم واقرنهم في حبل كلهم واطلع، مو باعلاميين. نبه في الجروبات انه لا احد يشارك في اي هاشتاج للنصر، اي هاشتاج. كل السلك اللي بالشعيب يطلعون، اسمعوا انا ادري انكم تحت الشعيب، لكني معاهدكم عهد ما طلعتم، ان تشوفون شيء تحسفون عقبه طول حياتكم. انا بالنسبه لي